انطلاقة أمام البحرين البحريني، وهدف التقدم يحضر من الضيوف، ولكن الهلال وصل الضغط على ضيفه حتى تحصل على ضربة جزاء تكفل بتسجيلها القائد صالح النعيمة، ومن ثم تمكن يوسف جازع من حسم المباراة لصالح الهلال برأسية كفلت للأزرق أول نقطتين في البطولة. الهدف الثاني في الدقيقة 43. ثاني اللقاءات كانت أمام الظفار العماني، 8 دقائق فقط ويفتتح عباد الهذلول التسجيل بعد انفرادة بالحارس العماني إثر كرات مرسومة ومتبادلة مع عبد الرحمن اليوسف وهذا للدوسري، ليضاعف الهلال النتيجة بهدف ثاني بعد مرور 8 دقائق أخرى، ومن كرة طويلة لعبها الحارس خالد الدايل وجهزها هذا للدوسري للمنفرد سعد مبارك الذي هز الشباك العمانية بتسديدة على يسار الحارس. مباراة انتهت هلالية بهدفين لهدف، ومعها حصد الأزرق نقطتين أيضا ليصبح رصيده 4 نقاط من مواجهتين. هزال وعبادي داخل ال 18، عبادي بالجول، عبادي الهذلول. في الجولة الثالثة تعرض الهلال للخسارة أمام العربي القطري بهدفين لهدف، ولم يشفع للهلال تقدمه بهدف عن طريق عبد الرحمن اليوسف بعد تمريرة يوسف اثنيان، حيث تمكن العربي من قلب الطاولة حينما استطاع أحمد يعقوب تسجيل هدف التعادل، ومن ثم تحصل على ضربة جزاء وتقدم لها 5 دهام ووضعها على يسار الدايل هدفا ثانيا للعربي القطري. خسارة كانت أشبه بلقاح البطولة، حيث عاد الهلال بشكل أقوى ودك شباك النصر الإماراتي ب5 أهداف نظيفة افتتحها فهد مصيبيح برأسه، ثم صالح نعيمة عن طريق ضربة جزاء، وأضاف هذار الدوسري 3 الأهداف، ثم اختتم المهرجان التهديفي عبد الرحمن اليوسف بتسجيله للهدفين 4 و5، لتتجدد الآمال الزرقاء مرة أخرى في الحصول على أول ألقابه الخارجية، خصوصا بعد تعثر منافسه العربي القطري في هذه الجولة. يوم الجمعة 25 أبريل عام 86 ميلادية، الموافق 15 من شهر شعبان عام 1406 للهجرة، يوم للذكرى للتاريخ لتسجيل أول لقب خارجي في السجل الشرفي للفريق الأزرق. الخصم عنيد ومتمرس العربي الكويتي، والهلال يكفيه الفوز بأي نتيجة كي يتوج باللقب. شوط أول انتهى سلبياً رغم الضغط الهلالي الكبير والمحاولات الحثيثة من يوسف اثنيان وعبد الرحمن اليوسف، وفي الشوط الثاني
انبرى عبد الرحمن اليوسف لتنفيذ ضربة زاوية، كرة غمزها سعد مبارك برأسه على يمين الحارس عبد الرضا عباس، هدف هلالي اهتزت معه المدرجات الزرقاء التي حضرت بكثافة رغم هطول الأمطار بغزارة. توج الهلال بلقب البطولة الخليجية في أول مشاركة خارجية، محافظا على اللقب سعوديا للمرة الثالثة على التوالي.